هو بيزا مش عارف، خلي بالك بيزا مش عارف ان عمر فاروق هو اللي هو اللي معورهم هما الاثنين. يعني هو اللي معورهم، هو راجل خالص. اول حاجه ربنا يشفيك كابتن جمعه، وربنا يشفيك ان شاء الله بيزا تطلع كويسين، بس هو المنظر نفسه. بص 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 بص، هو خلاص حضنه هنا خلاص كده. بص هو بيخيل كده الامور هاديه جدا، مش حاجه. بص هو بعيد عنه عمر فاروق جاي من ورا شويه، راح عمر راح جه عمل له لبسه واصفى يعني واصفى بس في عين بقى، وتقريبا هنا هو حاجه في عين يعني، بس دي اضعف حته اهو، دي ضعيفه عشان حاجه صغيره زينا برضه يعني. يا رب خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. تعال لا وبعدين يعني كمان بيسا بعد ما اتعور ما راحش البيبو ليه؟ انت كنت عايز اعور بيبو يعني؟ عايز اعور بيبو؟ انت عايز تخلص من بيبو يعني ولا ايه؟ عايز يخلص على بيبو ولا عايز يخلص من بيبو؟ طيب.